السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناتي مطبخ شيري إيزي أند كويك. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. تعالوا النهاردة نعمل مع بعض خلية النحل بالجبنة. يعني العجينة بتاعتها اقتصادية جدا، من غير لبن أو بيض أو زبدة. هتكون جاهزة معايا بس بربع كوباية من الزيت. هنعملها بس بتكات بسيطة علشان تطلع معانا بالمنظر القمر اللي انتوا شايفينه ده، هشة ولذيذة كده، وتنفع في الفطار الصبح جنب كوباية الشاي ويا روقانك. وقبل ما نبدأ الفيديو، اللي مش متابعني ينزل يعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلكم مني إشعار بكل جديد. وخلونا سريعا نبدأ الوصفة بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول حاجة هنعمل مع بعض العجينة السحرية، ودي اللي أنا بستخدمها في كل أنواع المعجنات، ولكن النهاردة كمان هنعملها بطريقة اقتصادية اكتر. اول حاجة معايا كوباية من المية الدافية، عليهم 3 معالق كبار من السكر، عليهم معلقة كبيرة من الخميرة. هندوب كل الكلام ده مع بعضه، واهم حاجة ان المية اللي احنا بنستخدمها هنا تكون دافية، ما تكونش سخنة عشان ما تبوظش الخميرة. هنقلب الكلام ده كله مع بعضه، ولو انتم متأكدين ان الخميرة بتاعتكم بتختمر وشغالة كملوا على طول باقي الوصفة بتاعتكم. وهنا نزلت بربع كوبايه من الزيت، والخطوه دي مهمه جدا ان احنا ننزل الزيت دلوقتي مع الميه الدافيه. ده بيخلي الزيت بتاعنا هو كمان يكون دافي، وده هيخلي العجينه برضو بتاعتنا هشه مع باقي المكونات الخاصه اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي. بصوا هنا شايفين الاختمار كده، الخميره خلت الميكس الاولاني لونه ابيض. هنبدا ان احنا ننزل عليهم بكوبايتين من الدقيق منخولين بالمنظر ده، ونص الكوباية الباقي هنزله بالتدريج لو احتجت بعد كده. ننزل عليهم برشة من الملح، والتكاية دي بقى مهمة، هننزل بثلاث معالق كبار من اللبن البودرة، وده بيخلي التست بتاع العجينة ممتاز، وده اللي هيخلي العجينة كمان بتاعتنا هشة وجميلة. نبدأ ان احنا بقى نعجن ونطلع كل الطاقة السلبية. وعجني يا شوشة، وافضل طبعا انكم تعجنوا بايدكم، ولو عندكم العجينة تستخدموا الاداة بتاعت الخطاف وتعجنوها لحد ما توصل معاكم بالمنظر ده. طبعا انا استخدمت الكوبايتين ونص الدقيق، والدقيق هنا بيختلف يعني من نوع لاخر، فساعات استخدم كوبايتين وساعات بستخدم كوبايتين ونص. هنغطيهم كويس جدا يعني ما يدخلهاش هوا، ونسيبها تختمر في مكان دافي لمدة نص ساعة لساعة. دي الصينية اللي انا هعمل فيها خلية النحل. هرشها، مش هدهنها بزيت خالص، هنزل كده عليها رشة من السميد بتاع البسبوسة اللي هو الخام، تمام، اللي بيجيب من عند العطار خام او دي السيمولينا. وهركن بقى الصينية بتاعتي في جنب هنا كده بعد ما عدت ساعة الا ربع، كانت ما شاء الله يعني اختمرت. هبدأ بقى ان انا اطلع منها الهواء. بصوا بقى، بوكس الراحة النفسية، هنطلع منها الهواء، مش هنعجنها من اول وجديد. دي خطوة مهمة جدا برضو علشان تسهل معاكم التشكيل. هنجيب بقى كده صينية، او ممكن تشكلوها على الرخامة، بس اهم حاجة انكم ترشوا رشة الدقيق الاولانية دي. بصوا بقى العجينة بتاعتنا هنا مطاطية ازاي، عاملة زي اللبنة بالظبط. ودي تعرفوا كده يعني منها ان العجينة هتطلع معاكي سحابة قطنة كده يعني تحفة. نبدأ ان احنا بقى نشكل كور صغيرة، كل كرة بحجم الليمونة الصغيرة يعني المتوسطة، متبقى صغيرة قوي. اهم حاجة ان الكور بتاعتك تكون كلها قد بعض. ونبدأ ان احنا نشكلهم كلهم بالمنظر ده، وكل ما نعمل خط هنغطي، يعني هنغطي الصينية اللي احنا بنشكل فيها الكور دي او العجينة علشان الكور ما تنشفش مننا وتعمل قشرة من فوق وتبوظ، تمام. لو عندك الميزان هيكون افضل انك توزني عليها القطع من غير ما تشكلي، انا بشكلها علشان انا ما عنديش ميزان. ودي كانت كل كمية العجين. هبدأ ان انا اقلب الصينية علشان اشتغل باول واحدة انا كورتها، تمام. دي بتكون اختمرت، انا مش هطلع منها الهواء، ولكن هعمل كده فيها تجويف في النص
بصباعي كده بصواعي، بصوا، وهبدأ ان انا احشيها. الحشوة طبعا اللي انا مستخدماها جبنة مثلثات او كيري وجبنة بيضاء زي ما تحبوا يعني. الحشوة دي بتبقى حاجة راجعة لكم، بس بجد هي حلوة قوي الجبنة الفيتا يعني لوحدها كده من غير ما كنت كل مرة مثلا بحط معاها زعتر وزيتون. المرة دي حطيتها سادة وكانت طالعة في منتهى الجمال. بصوا الطريقة اهي من قريب، يا رب كده تكونوا شايفينها وطريقة التقفيل بتاعتها، ونبدأ ان احنا نرصهم جنب بعض في الصينية. وهنا خلاص كده كنت شكلتهم كلهم ورصيتهم جنب بعض، هبدأ ان انا اغطيهم واسيبهم بقى يختمروا تمام لمدة نص ساعة في مكان دافي برضو لحد ما حجمهم يتضعف. معايا بقى هنا الخليط اللي انا هدهن بيه الوش، مش هستخدم بيض زي ما انا قلتلكو، ولا هستخدم صفار بيض ولا اي حاجة للوش. هي معلقة كبيرة بس من اللبن البودرة عليهم معلقة كده من المية الدافية، وهنقلبهم، والسمسم كمان التاني للتزيين، وحبة البركة كمان. ما شاء الله كده كان حجمها بعد ما اختمرت. هبدأ ان انا ادهن الوش كده بالخليط اللي احنا لسه عاملينه بتاع اللبن البودرة، وهو بيبقى احسن بكتير على فكرة من اللبن العادي. هندهن الوش بالراحة قوي علشان الاختمار ده ما يروحش او نبوظ شكلها، وبعد كده هنزين بقى بالسمسم وحبة البركة. التزيين اختياري، هي مش محتاجة اي تزيين خالص. بعد كده هندخلها على فرن سخن على الرف الوسطاني لمدة ربع ساعة. اهم حاجة تكون النار بتاعتنا هنا متوسطة يعني على 160 او 180 لو الفرن بتاعك صغير زي الفرن بتاعي كده. لو الفرن بتاعك كبير خليه على درجة حرارة 180. كده كان شكلها. ببدأ ان انا كل شوية اطلعها والفها بالمنظر ده علشان كلها تستوي، وبعد كده هفتح عليها الشواية تاخد لون بسيط من فوق. وده كان شكلها القمر بعد ما طلعت من الفرن. هندخلها بس ايه تحت الشواية لمدة دقيقة كده تاخد اللون الجميل ده، وتبقى جاهزة معايا احلى خلية نحل ممكن تعملوها وممكن تاكلوها. الخطوة دي مهمة جدا. هنبدأ ان احنا ندهن الوش كده برشة خفيفة قوي من المية علشان تفضل محتفظة بالطراوة بتاعتها. والحتة دي مهمة انك تحطي الاسباتيولا او الفرشة اللي انت بتدهني بيها بالمية دي ما بين خلية النحل العجينة وما بين الصينية اللي انت حطها فيها، علشان ما تعرفي انك تفكي الصينية يعني. بصوا ما شاء الله تبارك الله طالعة في منتهى الجمال، شكلها بجد حلوة قوي. والاهم من كده ان هي طريه، وده طبعا بيرجع ان احنا ظابطين المقدار بتاع الدقيق بتاعنا ومش مكترين في الدقيق خالص، علشان الدقيق ده هو اللي بيلكم العجينه كمان، علشان احنا حطينا فيها لبن بودره وحطينا الزيت في الاول. زي ما انا قلت لكم امشوا كده على الخطوات اللي انا قلتها لكم بالظبط، هتطلع معاكم العجينه هشه وطريه قوي وفي منتهى الجمال. بصوا الجمال، طالعه مستويه من كل النواحي، مش لازقه من تحت، مش لازقه من الجناب. الحشوه من جوه حلوه وسايحه كده وجميله. جربوها هتعجبكم جدا، وربنا يحسن ما بين ايديكم. يا رب تكونوا استفدتوا النهارده من الفيديو. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب للقناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم مني اشعار بكل جديد. اشوفكم الفيديو القادم على خير، واسيبكم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.